مشاهدينا مساء الخير، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة في حديث العلم. دايما حديث العلم بيكون مختلف، مختلف تماما عن أي أحاديث بينا، عن أي اعتقادات، عن أي تقاليد، عن أي حاجات يعني شكل تفكير معين احنا بنفكره. الحديث والعلم والتكنولوجيا بيكون ليهم رأي أو حديث تاني خالص. النهاردة هنتعرف على يعني أهمية العلم في حل مشكلات المجتمع، وإزاي ممكن العلم أو إزاي من خلال العلم نتصدى لمشكلات المجتمع، من خلال أكيد الإحصاءات اللي بنعرفها، من خلال رصد المشكلة نفسها، إزاي ممكن العلم يسلط الضوء على مشكلة معينة ونحاول نحن نفتتها من خلال الأساليب العلمية ونقدر نوصل لها لحل وحلول تكون مطروحة وتوصلنا لحل كتير من أزمات المجتمع، خصوصا الأزمات المجتمعية والمشكلات المجتمعية أو الآفات المجتمعية اللي احنا بنعيشها في هذا التوقيت بالذات، مع طبعا التكنولوجيا وعصر التكنولوجيا والوقت اللي احنا فيه والحروب وتوترات جيوسياسية وما إلى ذلك. إزاي كل ده بيأثر على المجتمع وإزاي العلم هنا ممكن يتصدى ويساعدنا ويساعد الأسر والمدارس وكل مؤسسات الدولة في توصل لحلول لهذه المشكلات. ده كلامنا النهاردة وده حديث العلم في حلقتنا النهاردة، ويساعدنا يكون معنا دكتور وفاء نعيم، أستاذ مساعد وخبير أول بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. دكتور بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية العلم حاجة مختلفة خالص. أكيد. يعني بأسلوب علمي زي ما بنقول ممكن نوصل لحل لكتير من المشاكل، منها مشكلات الطلاق اللي بقينا بنلاقي نسب الطلاق بقت مرتفعة جدا، نسب العنف، نسب المشكلات الآفات الاجتماعية اللي بنقول عليها زي التنمر اللي بقى بيظهر بشكل كبير جدا، مشكلات كبيرة جدا بقت مجتمعية بينا وبتظهر وما بنكونش عارفين أسباب هذه الظواهر وممكن علاجها إزاي. إزاي ممكن من خلال العلم وأساليب العلمية نوصل الأول نسلط الضوء على هذه المشكلات ونوصل لها، وبعدين في مرحلة تانية نوصل لحلولها. في البداية أنا هاخد من كلام حضرتك وهأكد على نقطة مهمة جدا، هأكد على أن حاجتنا للعلم بتزداد يوما بعد يوم. طبعا. لأن العلم دلوقتي هو أصبح هو المدخل الصحيح لحل أي مشكلة أو آفة اجتماعية بتواجهنا دلوقتي في المجتمع في وقتنا الحالي، وخاصة في المرحلة الراهنة اللي أصبحت بنوصفها بأنها أصبح مجتمع المخاطر أو مجتمع الأزمات. يعني أصبحنا دائما نعيش في ظل أزمات اجتماعية متعددة، يعني نخرج من أزمة نطلع على أزمة أخرى أو بنعيش احنا عشنا كل الحاجات والأزمات. يا دكتور احنا بجد بيقولوا جيلنا عاش كل الحاجات، عاش كل الأزمات الاقتصادية والحروب والأوبئة زي ما قلنا، ما عشنا مع كورونا فعشنا كل الأزمات اللي عاشتها الأجيال اللي قبلنا. بالظبط. لعشان كده أنا بقول لحضرتك في ظل مجتمع المخاطر ومجتمع الأزمات بتزداد حاجتنا يوما بعد يوم للبحث العلمي عشان نقدر نوصل لمدخل صحيح لحل هذه الأزمات أو هذه المخاطر. فبيعتبر فعلا البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح عشان أقدر أوصل لأي حل علمي وأقدر أحط حلول علمية وعلى أساس علمي لحل أي مشكلة من المشكلات اللي بتواجه المجتمع حاليا. طب خلينا نتكلم من خلال المركز وعند حضرتك المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. المركز أسس في سنة 1955 وبيستهدف النهوض بالبحوث العلمية، يعني بيسكلي وبشكل أساسي بحث علمي. ده صحيح. تمام. ده عندما كان للبحث العلمي ومن خلاله بتبدأوا تشوف بتتناولوا المسائل الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك وكمان السياسية، كل يعني كل والجنائية أمور طبعا والجنائية بالطبع. فممكن يعني في البداية نعرف دور المركز هنا، الدور السريع اللي بيقوم به بشكل أكثر تفصيلا وبعدين نبدأ ندخل منه على المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. هو بيعتبر جهة استشارية لصانع القرار في مصر. يعني بيستهدف المركز إلى الوصول من خلال البحوث والدراسات العلمية اللي بيقوم بإجراءها والإشراف عليها إن هو في النهاية يوصل لسياسات علمية بأسس علمية صحيحة تفيد صانع القرار في اتخاذ العديد من السياسات الرشيدة لحل أي مشكلة أو قضية اجتماعية بتواجه المجتمع سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الجنائية. ده باختصار الهدف اللي أسس علشانه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. والحقيقة إن إحنا على مدار
أكتر من 6 عقود منذ إنشاء المركز حتى هذه اللحظة الراهنة، والمركز دائما بيؤكد على هذا المنهج اللي أسس من أجله. فقمنا بدراسة العديد من المشكلات والعديد من القضايا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الجنائية، وتم إجراء والوصول إلى سياسات وتم إفادة واتخاذها من قبل صانع القرار، ده فضلا عن إبداء الرأي في العديد من المشروعات القوانين والعديد من القضايا الاجتماعية اللي أفادت بالفعل صانع القرار في اتخاذ العديد من الحلول والسياسات من الموجودة في المجتمع، المشكلات الموجودة في المجتمع حاليا. الأبحاث اللي بتقدموها أو بتقوموا بعملها الأول يا دكتور، هي بتترفع لصانعي القرار ولا يعني هم الهيئات دي بيطلبوا، يعني مثلا البرلمان يبدأ يطلب منكم رصد مشكلة اجتماعية معينة مثلا زي العنف أو الطلاق، فهيقول لكم أنا عاوز آخر الأبحاث العلمية هنا والإحصاءات من المركز، هيبدأ يطالب بيها مثلا من سنة 2000 ل 2023، من الفترة دي يبدأ يطلب كل الأبحاث الخاصة بهذه الفترة. هل ده بيحصل كده ولا بالعكس ولا هقول إزاي؟ هقول لحضرتك، احنا بنشتغل وفقا لآليتين. احنا بنحدد الأجندة البحثية بناء على، احيانا بيبقى صانع القرار هو بيطلب من المركز كجهة علمية بحثية موثوق فيها وموثوق في منهجها العلمي بأن هو بيطلب مننا إجراء بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بأي مشكلة من المشكلات حسب كل جهة تنفيذية بتطلب مننا هذا الموضوع. دي الأجندة الأولى اللي بنحدد بناء عليها أولوياتنا البحثية في دراسة أي مشكلة أو قضية اجتماعية. أما الأجندة الثانية أو وفقا للرؤية الثانية، إن إحنا بنضع إحنا كباحثين في تخصصات علمية مختلفة، بنضع أولوياتنا البحثية وفقا لرؤيتنا ووفقا لملاحظاتنا العلمية والبحثية اللي من خلالها بنقدر نشوف إيه بعض المستجدات الظواهر الاجتماعية اللي بتدي إنذار بإني من الضروري إن أنا أبدأ أدرسها علشان أقدر أوصل لصانع القرار بعض السياسات لاتخاذ قرار رشيد في هذه المشكلة. ده من ناحية. الناحية الثانية، أحيانا طبعا لأن المركز منفتح على كل الجهات التنفيذية الموجودة في المجتمع بدءا من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وكل الوزارات الموجودة وبعض الجهات التنفيذية الموجودة في المجتمع. طبعا ليه؟ لأن المركز معروف بالنسبة لهم، فإحنا طبعا بعد ما بنخلص إجراء دراستنا وبحثنا إحنا بنبدأ نعمل، بنقدم سياسات أو بنقدمها كده في صورة روشتة أو علاج لأي مشكلة من المشكلات. ده مهم جدا، وده إحنا يعني بنعمله. يعني بتقدموش بس الظاهرة، لكن بتقدموا الروشتة والمقترحات إحنا للحلول. بنقدم بالظبط الحلول العلمية طبعا. البحث العلمي هو بيبدأ في البداية خالص برصد المشكلة، ببدأ برصد المشكلة عشان في النهاية أقدر ليها أقدر أوصل من خلالها لحل. من خلال الرصد للحلول والسياسات. بناء عليه بعد ما بنخلص كل دراسة أو مشكلة من المشكلات اللي احنا بندرسها واللي احنا رصدنا هذه المشكلة ووصلنا لحلول وسياسات من خلالها، بنقدم أوراق سياسات في كل مشكلة من المشكلات، وده إجراء احنا بنعمله بعد الانتهاء من كل دراسة علمية احنا بنقوم بيها، وبنبدأ نوصلها لصانع القرار. يعني حتى لو صانع القرار ما طلبش، طبعا بنقدم كل مشكلة حسب الجهة المعنية بالموضوع. يعني ظاهرة زي العنف الأسري احنا محتاجين نوصلها مثلا للبرلمان في حالة لو احنا طرحنا بعض المشروعات ده القوانين. لازم نتكلم عنه في حلقة منفصلة. اسمحي لي هنتكلم يعني انا بدي لحضرتك مثال، يعني ده مثال، يعني ده نموذج مثلاً. او الطلاق المبكر. فاحنا محتاجين ان احنا نشوف انهي الجهات المعنية بهذه القضية وبنبدأ نوصل لها السياسات والحلول اللي احنا توصلنا في دراسة هذه المشكلة. طيب دكتور، أكيد يعني أي حد هيبدأ يدخل أو يفكر يزور المركز عندكم هيلاقي شعار المركز العلم والعدالة، ده قبل ما بيدخل ويلاقي يافطة المركز. العلم معروفة، العدالة يعني يرمز لإيه الشعار نفسه؟ الشعار هو حضرتك لو دخلتي من باب المركز هتلاقي أن المركز، لأن هو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هتلاقي حضرتك على اليمين في تمثال بيرمز للمجتمع، صورة رجل وامرأة بيحملوا طفل، والطفل ده مسك غصن الزيتون. والصورة الثانية على الجانب الآخر اللي هو صورة لرجل القانون وبيحمل ميزان بشعلة اللي هي العلم والعدل. احنا طبعا العلم باعتبار ان احنا جهة علمية وبحثية، أما العدالة لأن إحنا بنقوم بدراسة سائر كل مقومات المجتمع المصري دون تمييز، لأن أحيانا في بعض الجهات
أو بعض المراكز البحثية بيبقى في عندها انحياز أو تمييز لفئة لصالح فئة أخرى، لكن إحنا المركز هو أسس على العدالة، إن إحنا بندرس كل سائر فئات المجتمع دون أي تمييز. الوصول إلى سياسات اجتماعية رشيدة لصانع القرار دون المساس بحقوق طرف على طرف الآخر. دكتور، المركز ما بيشتغلش بس في نطاق الأبحاث العلمية في الجرائم والأبحاث العلمية الجنائية فقط، لكن بيشتغل من ضمن أربع شعب رئيسية اللي هي إيه؟ احنا في عندنا اربع شعب. الشعب الاولى هي شعبة مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية، والشعبة الثانية هي بتتكلم عن شعبة الفئات الاجتماعية، والشعبة الثالثة هي بتتكلم عن بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، والشعب الرابعة طبعا، وده احنا ده بيدل ان احنا ما نسيناش المجال الاخر من العلم وهو البحوث الكيميائية والطبيعية. فدول الأربع شعب اللي قايم عليهم دور المركز القومي، وحتى شعبة البحوث الكيميائية والطبيعية بتخدم لصالح المجتمع. يعني مش مجرد بس بحوث بتوصل، لا، هي بتخدم من أجل المجتمع. في إطار بحث يعني المركز عن كل القضايا وتسليط الضوء عليها، بتبدأوا تعملوا ده ازاي؟ من حصر يعني حصر المشكلة بتقدروا تعملوها ازاي؟ اللي هي التعداد اللي بيقوم بيه المركز، أيضا الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، وإنه بيبعت مندوبين وبيبدأوا يشوفوا الأعداد والإحصائيات والكلام ده، ولا بتبدأوا تعملوا ازاي؟ يعني لو دلوقتي بتكلمنا عن ظاهرة معينة مثلا، ولتكن الطلاق، طلاق في سن مبكر لأوائل المتزوجين، وخاصة المتزوجين في سن مبكر، هتبدأوا ترصدوا الظاهرة دي ازاي؟ احنا بنبدأ بالأول برصد المشكلة، وبنضع أهداف بحيث ان احنا تكون الأهداف دي ما يكونش تم تكرارها، بحيث ان احنا نشوف ايه هي اهداف الظاهره او ايه هي الاسباب، ونشوف ايه هي نتائجها، وبالتالي نشوف ايه هي تداعيات هذه الظاهره. ازاي ما احنا عايزين، انتوا بتشوفوا ده ازاي؟ يعني بتعملوه ازاي؟ الطرق اللي الطرق اللي احنا بنعتمد عليها، احنا بنعتمد اولا ان احنا اولا لما بنيجي ندرس اي ظاهره بندرسها دايما بطريقه شموليه. بمعنى صح ان انا مش هدرسها من جانب الاجتماعي فقط. يعني احنا عندنا منهج بنعتمد عليه اللي هو منهج متعدد المداخل والتخصصات. تمام. فبحيث ان احنا لما نيجي نغطي الظاهره بنغطيها من اكتر من تخصص، فبالتالي بنحط ادوات بتاعتنا لادوات البحث العلمي او الادوات اللي احنا هنجمع بيها البيانات، بتبقى من خلال استماره او دليل بحث حسب طبيعه العينه اللي احنا بنستهدفها من الدراسه، وممكن بيبقى اكتر من اداه. بنبدا احنا عندنا كمركز، احنا بنبدا نسحب العينة بحيث أن العينة دي تكون ممثلة للمجتمع المصري، وده اللي بيقوم بسحب هذه العينة طبعا بيبقى عندنا خبير وأستاذ كبير أو فريق إحصائي كبير، هو اللي بيقوم بسحب العينة الممثلة للمجتمع المصري، وبنبدأ بالتطبيق لهذه الظاهرة على كل محافظات الجمهورية، مش على يعني مناطق ومناطق أخرى، على كل محافظات الجمهورية، وبنبدأ نجمع هذه البيانات. وبعد كده بتيجي بقى المرحلة الثانية اللي هي فكرة اللي هو التحليل الإحصائي وكتابة التقارير العلمية والوصولا إلى السياسات اللي احنا بعد كده بنوصلها لصانع القرار في مصر. فهي دي الطريقة طبعا، من خلال احنا بنجمع البيانات دي طبعا من خلال فريق عمل بيكون مدرب، اللي بيدربوا هم الأساتذة القائمين على هذا البحث أو على هذا الموضوع، هم اللي بيقوموا بتدريب الباحثين الميدانيين، وكمان بيقوموا بالإشراف عليهم داخل العمل الميداني. يعني في كل محافظات الجمهورية بنشتغل بالتزامن مع بعض كفريق عمل، بيبقى كل أستاذ من المركز أو كل دكتور من الموجود في هيئة البحث بيكون معاه فريق العمل بتوعه اللي بيقدر يشرف علشان يضمن دقة البيانات ودقة اختيار العينة، عشان أقدر أضمن أن أنا فعلا وصلت للعينة اللي أنا بستهدفها صح، وأقدر أضمن دقة البيانات العلمية اللي أنا وصلت لها صح، وبالتالي عشان لما أقدر أوصل لنتيجة أبقى فعلا أكون وصلت للنتيجة تعبر عن الواقع الاجتماعي بمنتهى الموضوعية والحيادية. طيب دكتور، اتكلمنا عن دولة زي مصر، واحنا بنتكلم هنا عن حوالي 60% أو أكتر من 60% من عدد السكان شباب، عشان كده بيطلق على مصر انها دولة شابة عكس دول اوروبا اللي هي القارة العجوز. ازاي يعني ازاي المركز بيتناول القضايا الخاصة بالشباب وبيقدر يرصدها؟ احنا في حاجتين، احنا ممكن نتناول قضايا الشباب بشكل مباشر، يعني ان انا اتكلم مثلا عن الامن الانساني والشباب،
ان انا اتكلم عن اولويات واحتياجات الشباب في المرحله الراهنه على سبيل المثال. ممكن بشكل غير مباشر يعني مثلا الطلاق المبكر بين الشباب، يعني باخد الشباب في بعض القضايا المرتبطه الخاصه بيهم. يعني الطلاق المبكر هنا يا دكتور لو وقفنا او بالحالات هنا لما بيتم رصد الحالات وعمل احصائيات عنها، وهل بتاخدوا يعني سرد لحكايات حقيقيه؟ يعني هل ممكن كاتب سيناريو او كاتب دراما يجي يستعين بابحاث من المركز علشان يعمل يسلط الضوء، برضو يعمل شو كيس، حاجه اسمها شو كيس، وبيسلط الضوء على حالات انه دي حالات الطلاق يا جماعه وده اسباب الطلاق. فانا هنا القوه الناعمه بتاعه الفن بترصد لي الظاهره دي من غير بقى ما اقعد احفظ الناس واقول لهم اصل الطلاق عندنا 60% واصله 50%، خلاص هي الدراما بتعمل ده وبتقوم بالدور ده. لكن هل ممكن صانع الدراما هنا يجي او كاتب سيناريست يجي ويدور على ابحاث من المركز؟ ده بيحصل؟ ده بيحصل، لان هو كده هو بالعكس هو كده بيبني يعني السيناريو بتاعه على حقائق علميه بالظبط، فبالتالي هو بياخد مننا علشان لما يقدر يحط الاسباب بتاعته ويقدر يحط العلاج فهيقدر يبنيها على اساس ايه؟ على اساس علمي، مش مجرد ان هو بيتخيل يعني بيدي اسباب من الخيال لا تعبر عن المجتمع المصري. لان هو يعني حتى العمل الدرامي او العمل الفني هو بيعبر عن الواقع، واحنا البحث العلمي احنا بنعبر عن الواقع. فلازم يكون انا اكون مندمجه في الواقع علشان اقدر اعبر بالفعل عن اسباب المشكله، واقدر اعبر بالفعل عن ايه النتائج او التداعيات المترتبه عليها من خلال الدراسات والبحث العلمي اللي احنا والنتائج اللي احنا بنتوصل ليها. فبالعكس هو ممكن يعتمد علينا بشكل كبير جدا لما يجي يبني السيناريو بتاعه، لان هو هيبنيه على حقائق واسس علميه من الواقع الاجتماعي، مش هيكون منفصل عن الواقع الاجتماعي. طيب اكتر الظواهر او الافات الاجتماعيه اللي يعني رصدها المركز خاصة عشان نقول في الثلاث سنين الأخيرة، لأنه في تدهور اجتماعي يعني ملحوظ جدا خاصة في السنوات الأخيرة، انترنت جيمز، فيديو جيمز، وكمبيوتر جيمز، وكل الأسباب دي، وده هنتكلم عنه واسمح لنا في حلقة إن شاء الله منفصلة عن العنف. ولكن بتكلم أنه يعني الانحدار أخلاقي إلى حد ما، ويعني وآفات وظواهر اجتماعية غريبة على المجتمع المصري. فهل اختلفت في لو قلنا من 2020 مثلا ل 2023، ظهرت يعني لاحظت ارتفاع كبير في معدلات الجرائم الاجتماعية أو الظواهر الاجتماعية الغريبة المختلفة عن المجتمع المصري بشكل أكبر ولا لا؟ بالعكس، كل ما بتزداد يعني خاصة مع تدخل بعض التكنولوجيا والإنترنت بتزداد كتير جدا مشاكلنا. وبالفعل المركز بدأ يرصد في الفترة الأخيرة ارتفاع لمعدلات الجريمة في المرحلة الراهنة نتيجة لكتير جدا من التحديات والضغوط الاجتماعية والضغوط الاقتصادية اللي أصبحت بالفعل أدت إلى ارتفاع وتيرة الجرائم. من الجرائم اللي احنا بدأنا أو اشتغلنا عليها زي جرائم القتل اللي زادت بشكل كبير جدا، جرائم العنف اللي أيضا زادت بشكل كبير جدا، في أيضا جرائم النصب والاحتيال مرتبطة بالتكنولوجيا، ودي بقى لاحظت أكيد أنت رصدتوها بشكل مختلف. يعني بالفعل بقى في بجد يعني اختراعات في النصب يعني والاحتيال، في مثلا على سبيل المثال دلوقتي يعني الزواج الإلكتروني، في بعض مظاهر العنف المنتشرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني كتير جدا العنف اللفظي بالضبط، في جرائم الانتحار اللي بدأ المركز يهتم بيها برضو في الفترة الأخيرة واللي بدأنا نرصدها بشكل كبير. في الهجرة غير الشرعية اللي بدأنا اللي اشتغلنا عليها يعني لسنوات طويلة. عايزة أقول لحضرتك على نقطة مهمة جدا، دائما المركز القومي للبحوث الاجتماعية كان بيدق يعني ناقوس الخطر في كل مشكلة من المشكلات البحثية، يعني بيكون المركز هو له السبق والريادة في تناول هذه الظاهرة. دكتور وفاء نعيم، أستاذ مساعد وخبير أول بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بنشكر حضرتك جدا، ووعدينا بحلقة تانية إن شاء الله نتكلم فيها لازم عن العنف والعنف الأسري والعنف المجتمعي. نشكر حضرتك جدا. بشكر حضرتك جدا وشكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله تكون عن العنف إن شاء الله. شكرا. شكرا جدا. كل شكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ابقوا دائما الصحة وابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليك. تحياتي.